توفيق لجميع المشاركين بإذن الله تعالى. عقل شداد مصيحة شاشة النور حب الطواب المعرفة كل قدور ساقها جنب وجدها على الزور متوجه عن ضايته مع قلبه عقل شداد مصيحة شاشة النور حب الطواب المعرفة. مشاهدينا ومتابعينا الكرام على بركة الله وحفظه، أعلنت انطلاقة شوطنا العاشر في هذا الصباح المخصص لفئة الزمول من مسافة 8 كيلومترات. انطلقت الشعارات وانطلقت الأسماء الباحثة عن الفوز وعن النوماس وعن الانتصار مع تحديات ومنافسات هذا المهرجان، مهرجان جائزة الملك عبد العزيز لسباقات الهجن العربية الأصيلة، حيث تتواجد هذه الأقطاب وهذه الأحباب القادمة من كل حدب وصوب للمشاركة في هذا المهرجان من جميع دول مجلس التعاون الخليجي. مرحبا بجميع الحاضرين، مرحبا بجميع المشاركين. انطلق في البداية متابعينا الكرام لكي يتابع مقدمة الشوط في هذه اللحظات شاهين من يتقدم مع المركز الاول، وحمد بن قنازل بن مسلم بن حمرور العامري من يتقدم مع شاهين مع المركز الأول. المركز الثاني والوصول مشاهدين الكرام، أتابع الانطلاق من موفق وسفر بن عقاب بن مساعد آل زيد الشريف من يصل مع المركز الثاني، من يقدم موفق على ثاني التحديات الشريف من يصل على ثاني الأسماء. المركز الثالث، أتابع مشاهدين الكرام الوصول والانطلاق في هذه اللحظات، من ينطلق مشاهدين الكرام في هذه الأثناء؟ فاروق وخالد بن فيصل بن محمد بن شريم المري من يأتي مع المركز الثالث. المركز الرابع، أتابع مشاهدين الكرام المركز الرابع، أتابع الوصول والانطلاق في هذه اللحظات. وصل مشاهدينا ومتابعينا الكرام بهذا الانطلاق، وصل وانطلق خزرج ومهنا بن حمد بن محمد الأعفاري من يصل مع المركز الرابع. المركز الخامس، وصل مشاهدينا الكرام في هذه اللحظات وانطلق وتقدم بهذا الانطلاق، وصل متابعينا الكرام وانطلق مع المركز الخامس وتقدم شاهين في هذه اللحظات. أم متابعينا الكرام، وصل في هذه اللحظات، وصل مشاهدينا الكرام وانطلق متعب وسعيد الدحبة بن قنازل بن حمرور العامري من ينطلق مع المركز الخامس، من يقدم لنا متعب. ولكن مشاهدينا الكرام العودة إلى مقدمة الشوط، العودة إلى شاهين، إلى بن قنازل من يتقدم مع المركز الأول، من يسيطر على مجريات هذا الشوط. العامري من ينطلق، من يقدم هذه العروض الكبيرة على مقدمة الشوط مع انطلاق وتحديات الزمول، مع هدير الزمول في هذا الصباح ينطلق العامري، من يتقدم مع شاهين
من يندفع مع شاهين، من يبحث عن النوماز، من يترقب للانتصار في هذا الصباح. شاهين من ينطلق، بينما الوصول على ثاني الأسماء أتابع مشاهدين الكرام صقر وناصر بن عبد الله بن أحمد المسند، من يصل مع المركز الثاني المركز الثالث، أتابع الوصول من مهاجر وعبد الله بن حمد بن علي الربيعان، من يصل على ثالث الأسماء، من يتقدم مع مهاجر المركز الرابع. وصل مشاهدين الكرام في هذه اللحظات مع المركز الرابع، وصل خزرج ومهنا بن حمد بن محمد العفاري، من يصل مع المركز الرابع. المركز الخامس أتابع شعار الدحبة، من يصل مع المركز الخامس سعيد بن الدحبة العفاري، من يتقدم مع متعب مع المركز الخامس. المركز السادس أتابع مشاهدينا ومتابعينا الكرام عبر القنوات الرياضية السعودية، من يصل مع المركز السادس موفق مع المركز السادس، وسفر بن عقاب بن مساعد آل زيد الشريف، من يصل على سادس الأسماء. المركز السابع أتابع مشاهدين الكرام الوصول والانطلاق من مشكور ومحمد بن سلطان بن مطر بن مرخان الاكتبي. المركز الثامن أتابع مشاهدين الكرام الوصول والانطلاق في هذه اللحظات، وصل متابعين الكرام رداد وراشد بن مشعل بن فهد العفيشة الشهواني، من يصل مع المركز الثامن. المركز التاسع أتابع مشاهدين الكرام الحضور والانطلاق مع المركز التاسع، وصل في هذه اللحظات متابعينا ومشاهدين الكرام، وصل صايب وفهد بن سالم بن محمد بن مسعود المري، من يأتي مع المركز التاسع. المركز العاشر أتابع مشاهدين الكرام الوصول والانطلاق من الطيار ومطر بن محمد بن دحروي العامري. إذن متابعين الأعزاء، ها هي العشر الأسماء المنطلقة الحاضرة في هذا الشوط، ولكن العودة العودة دائما وأبدا إلى مقدمة الشوط، إلى شعار المسند، إلى صقر. من غير متابعينا الكرام صقر، متابعينا الكرام وناصر بن عبد الله بن احمد المسند، من يسيطر مع مقدمة الشوط، من ينطلق متابعينا الكرام بهذا العرض الكبير والممتاز. والربيعان قادم مع المركز الثاني، مهاجر متابعينا الكرام مع المركز الثالث، وعبد الله بن حمد بن علي الربيعان من ينطلق مع المركز الثالث، ولكن العامري ما زال منطلق مع المركز الأول، من يسيطر مع مقدمة الشوط. شاهين من يندفع بالنوماز، شاهين من يحضر وينطلق بهذه العروض الكبيرة مع مقدمة الشوط. من ينطلق العامري حمد بن قنازل بن مسلم بن حمرور العامري المركز الثاني، أتابع الوصول والحضور من مهاجر وعبد الله بن حمد بن علي الربيعان، من يأتي مع المركز الثاني المركز الثالث، أتابع شعار المسند. صقر من يأتي مع المركز الثالث، وناصر بن عبد الله بن أحمد المسند مع المركز الثالث. المركز الرابع أتابع الوصول من شاهين ومحمد بن حمد بن محمد بالأسود العامري، من يصل مع المركز الرابع. المركز الخامس أتابع مشاهدين الكرام
الوصول والانطلاق مع خامس الأسماء. وصل في هذه اللحظات وتقدم مشكور ومحمد بن سلطان بن مطر بن مرخان الاكتبي، وأيضا أتابع القادم خزرج ومهنا بن حمد بن محمد إلى عفاري من يصل في هذه اللحظات، ولكن العامري عمار شاهين من ينطلق، وأبناء دولة الإمارات يبدعون ويتألقون في كل مكان وفي كل زمان. يحضر العامري، يندفع العامري، بن قنازل حمد بن قنازل بن مسلم بن حمرور العامري، من ينطلق مع شاهين، من يندفع مع هذه الماركة المميزة السلالة الشاهينية. ينطلق من قنازل يا سلام يا بن مسلم، حمد بن قنازل بن مسلم بن حمرور العامري، من ينطلق من نوماز، وأيضا أتابع القدوم من الأسماء والشعارات القادمة للتحدي الباحث عن النوماز. وصل متابعينا الكرام المسند، وصل صقر مع المركز الثاني ناصر بن عبد الله المسند، وأيضا وصل بالأسود، ولكن العودة إلى معركة الصدارة، العودة إلى العامري الكيلو الأخير، الكيلو الكبير، الكيلو المثير. الله 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 يا العامري. انطلق شاهين والعصافير الأبطال بدون أي أوامر، يقدم هذا العرض العجيب، يقدم هذا العرض العظيم مع مقدمة شاط. يا سلام، من ينطلق في رصيده الحافل بالإنجازات، الحافل بالسجلات، ثلاث سيارات في رصيد هذا البطل. ينطلق العامري بن قنازل يا سلام يا بن قنازل، غادر بالنوماس، غادر بهذا التحدي الكبير، بهذا الانطلاق الكبير بدون أي أوامر. والعصافير الأبطال، العصد سلم على الغارب، سلام لهذا البطل غادر متابعينا الكرام بالنوماس وبالانتصار إلى أبناء الإمارات، إلى أبناء الإمارات. والمسند قادم، ولكن شاهين وادع بالفوز، غادر بالنوماس بإنجازاته الكبيرة، بسجلاته العظيمة، غادر شاهين. سلام يا العامري سلام. تهانينا. والنوماس على هذا الفوز والانتصار. المركز الثاني وصل صقر وناصر بن عبد الله بن احمد المسند، من وصل مع المركز الثاني. المركز الثالث مشاهدينا الكرام، كان الوصول والانطلاق في هذه اللحظات، وصل الاسد وحمد بن راشد بن حمد البريس المري، من وصل مع المركز الثالث. المركز الرابع، إذن متابعينا الكرام، تهانينا والنوباس إلى مالك شاهين، حمد بن قنازل بن مسلم بن حمرور العامري على انتزاع شوطنا العاشر المخصص لفئات الزمول من مسافة 8 كيلومترات بالعرض الكبير وبالعرض المميز. مع تحديات ومجريات هذا الشوط قام راس وانهى هذا الشوط راس. سلام يا العامري سلام. 13 دقيقة 4 ثواني 43 جزءا من الثانية. مركز الثاني كان الوصول مع صقر وناصر بن عبد الله بن احمد المسند. 13 دقيقة و6 ثواني 62 جزءا من الثانية. مركز الثالث كان الوصول مع الاسد وحمد بن راشد بن حمد البريس المري. 13 دقيقة 15 ثانية 12 جزءا من الثانية. مركز الرابع كان الوصول مع خزرج ومهنا بن حمد بن محمد الأحفاري. 13 دقيقة 22 ثانية 69 جزءا من الثانية. المركز الخامس
مشاهدينا ومتابعينا الكرام، وصل مع المركز الخامس رداد وراشد بن مشعل بن فهد العفيش الشهواني، 13 دقيقة 25 ثانية 48 جزءا من الثانية. إذن متابعينا الكرام، هكذا كانت المجريات والتحديات في صباح هذا اليوم مع فئة الحيل والزمول ضمن تحديات ومنافسات هذا المهرجان، مهرجان جائزة الملك عبد العزيز طيب الله ثراه. شاهدنا المتعة، شاهدنا الإثارة مع هذه الشعارات ومع هذه الأسماء الحاضرة بكل قوة في هذا المهرجان، من قدموا العرض الكبير والمميز. تهانينا تهانينا والنوماس لجميع الفائزين، وحظا أوفر لمن لم يحالف الحظ.